مستني على أحر من الجمر، سواء كان قاعد في بيته أو في شغله أو ماشي في الطريق بيسأل هو بكرة صوم ولا لأ. وأول لما الرؤية تظهر تلاقي الكل فرحان وسعيد بقدوم الشهر الكريم، وتلاقي الأطفال في كل مكان بيجروا بيغنوا وحوي 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 وكذا وحوي. البداية بتكون مع استطلاع هلال شهر رمضان، وتعتبر الرؤية شرط أساسي لحلول الشهر، مصداقا لقول الله عز وجل فمن شهد منكم الشهر فليصمه، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته. والرؤية زمان كانت بتتم عن طريق العين المجردة وفي الأماكن المفتوحة. وفي كتاب حسن المحاضرة للعلامة جلال الدين السيوطي بيذكر أن أول من خرج لرؤية الهلال في مصر كان القاضي غوث ابن سليمان، إلا أن الدكتور عبد الصبور شاهين في موسوعة مصر في الإسلام قال إن أول قاضي خرج مع الناس لاستطلاع الهلال كان القاضي عبد الله ابن لهيعة، وكانت الرؤية بتتم من الجيزة ثم انتقلت إلى جبل المؤطم. مصر ظلت تستطلع الرؤية بالعين المجردة، وبدأ معها العمل بالحساب الفلكي بداية من عام 1956 لتعذر الرؤية بسبب كثرة السحب. يذكر إن أول مرصد فلكي تم إنشاؤه كان عام 1838، وفي البداية كان موجود بالقلعة ثم نقل إلى العباسية وكان اسمه الرصد خانة. وفي نهاية المطاف استقر في حلوان تحت اسم المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية. أما عن الاحتفال بقدوم الشهر الكريم فكان الاحتفال بيتم على المستويين الشعبي والرسمي. فعلى المستوى الشعبي مظاهر الاحتفال مختلفة ومتعددة، فمن عصر الفاطميين إلى الحكم العثماني. كان الأهالي بيخرجوا مع القاضي لرؤية الهلال ومعهم الفوانيس وبيمشوا في موكب مهيب بيسمى موكب الرؤية. في العصر الحديث ذكر الأديب الكبير نجيب محفوظ إنه في طفولته بميدان القاضي بمصر القديمة المنازل في الوقت ده كانت بتفتح أحواشها للناس، وأصحابها كانوا بيجيبوا منشدين وبيقيموا حلقات ذكر، والناس كانت بتتنقل من حوش للتاني للاستمتاع بصوت المنشدين. في كتابه عادات المصريين ذكر المستشرق الإنجليزي إدوارد لين إن في رمضان المسلمين بيمتنعوا عن التدخين نهاراً، وإن المسيحيين بيشاركوهم عدم التدخين علانية مراعاة لمشاعرهم. أما على المستوى الرسمي فكان الاحتفال بيتم من خلال موكب الرؤية اللي كان الوالي بيحرص على المشاركة فيه، وكان بيخرج في أبهى صورة بملابس فخمة وخلف الوزراء بملابس مزركشة وخيول عليها سروج مذهبة، وأمامهم جنود حاملين الأعلام والطبول وفي إيديهم سيوف مطعمة بالذهب والفضة. الموكب كان بيطوف القاهرة بالكامل بداية من العصر الفاطمي حتى الحكم العثماني. وكغيرها كانت المساجد بتتزين لاستقبال شهر رمضان وبيتم فرشها بالحصى.